طبعا مريدين قل احنا معنا في سلطنة عمان، والحمد لله الله كرمنا بمبايع سيدي الشيخ محمد فوز الكركري في شهر رمضان. أتيت في شهر رمضان 2019 وبايعته في أول يوم عيد الفطر المبارك 2019. فالمريدين قليلين يعني معنا مش كثير. أنا حقيقة كنت متصوف في الطريقة القادرية وأحب التصوف، فسبحان الله في شهر شعبان 2019 سبحان الله في اليوتيوب تعرفت على الطريقة الكركرية وشهادات بعض المريدين، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان وشهر في شهر شعبان وشهر رمضان بداية شهر رمضان، والحمد لله لقيت الجذب من الطريقة، والحمد لله أحببت سيدي الشيخ محمد فوز الكركري وأحببت الطريقة، فأتيت في أواخر العشر الأواخر في العشر الأواخر من شهر رمضان. والله تعالى كرمنا بهذا الحضور باش نحيوا هذه الذكرى ونفرحوا بسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وحضور روحاني كما نعرف أنه حضور روحاني ورباني لجميع الفقراء الكركريين، فكل الفقراء الكركريين من جميع أنحاء العالم كيحضروا في هذا اللقاء هذا باش يحتفلوا ويحيوا هذه السنة هذا الذكرى المباركة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتفال والفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أدب من الأدبيات التي لكل واحد واجب عليه يقوم بها، يجب أن نحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل أمة الإسلامية خصها تحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خير الخلق، هو اللي وصل لنا الرسالة، هو اللي علمنا الأخلاق وعلمنا الدين الإسلام من أوله إلى آخره. فمن اللي يجي هذا المولد أو هذه الذكرى نحتفل بها أدبا معه، ونطلب الله عز وجل أن يجعلنا متأدبين في جميع الحركات والسكنات مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطريقة الكركارية فهي طريقة المحبة والحب، طريق المعرفة، طريق المشاهدة والنور. فأي مريد جميع أنحاء العالم كيستخر فقط الله، يستخر الله، وأغلب المريدين عندنا في الطريقة استخروا الله، شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصيهم بهذا الطريق، طريق الرحمة، طريق المحبة، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لسبله ولطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. شكرا. حضرنا هنا في مدينة العروي في الزاوية الفوزية الكركرية المباركة من أجل احتفالات عيد المولد المبارك، وفعلا نحن عندنا زاوية هي موريتانية، ولكن بغينا نجو هنا باش 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 نعدلوا الاحتفالات هنا مع الشيخ قدس الله سره. والزاوية اللي عندنا في موريتانيا مرخصة ومعترف بها من طرف الدولة، وعندها وصل، ويعني خدامة مع المريدين ومع الناس الجدد ومع كل حد جاي باقي ياخذ المعلومات عنها، وعندها علاقة مع الزاوية الأم طبعا اللي هي الزاوية الكركرية اللي هون في مدينة العروي المباركة، وعندها كثير من الأشغال ومن الأعمال ومن من 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 النشاطات الشهرية والأسبوعية، وما شاء الله على النت وعلى اليوتيوب ما شاء الله. وأنا حاضر هنا بصفة مريد في هذه الطريقة الكركرية منذ 12 سنة، ودخلت الإسلام في عام 2007. أولا قرأت ترجمة للقرآن الكريم يعني في عام 2007، ومع هذه القراءة يعني انشرح صدري، يعني عرفت كلام حق وكلام الله، وأتاني مشاهدة في هذا الوقت ما كنتش يعني فقير كركري ولا أعرف التصوف ولا أعرف أصلا الإسلام، ولكن رأيت النور، يعني رأيت هذا المصحف الذي كنت أقرأه ووراءه النور يأتي أمواج هكذا. المغرب معروف بأنه بلد التصوف، يعني
التصوف، حتى ولو كان الناس ليسوا يعني لا يعلنون بأنهم من أهل التصوف، هناك في الخلق نتاعهم في البوادي. يعني كنت قرأت في المدارس القرآنية في تيزنيت وفي مراكش وفي عدة مدن في المغرب، فتعرفت على القرى ديال المغرب وكيف يعيشون الناس، ويعني هذا الأخلاق والكرم وال يعني إكرام الضيف، ويعني هذا يعني من الأشياء التي نجدها في التصوف طبعا. يعني الشعب المغربي وخلقه هو التصوف. في فرنسا ربما تجاوزنا المئات من المريدين، وطبعا طريقة هذه الطريقة الكركرية يعني اختصاصها في هذه مشاهدة النور، وليس هذا هو الهدف، ليس هذه نهاية الطريق يعني المشاهدة إنما هي فقط البداية. يعني يبتدئ السالك يعني الذي يبحث عن الله يبتدئ بهذه المشاهدة، وعبر هذه المشاهدة ويعني يبدأ يتعرف شيئا فشيئا ويصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني أشتغل كدكتور في الصيدلة في مجال البحث في السرطان في جامعة ستانفورد يونيفرسيتي في أمريكا كاليفورنيا. والعبد الفقير يعني مريد عند مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي كركري قدس الله سره الشريف. ويعني أكثر الأوقات يعني نقضيها في أمريكا، ولكن دخلت الطريق عندما كنت في تونس، والطريقة الكركرية هي طريقة صوفية يعني كأسلافها من الطرق الصوفية الكل في المغرب العربي، وهي طريقة مشربها شاذولي فيها يعني إسلام معتدل يحث فيه الشيخ على حب الغير، حب المسلمين، على أن يكونوا يعني فعالين في المجتمعات نتاعهم في كلمة الخير، في الدعوة إلى الخير، في الدعوة إلى نور الله. وهذه طريقة منتشرة انتشار كبير جدا في المغرب العربي وفي تونس تخصيصا، لأن بلاد المغرب العربي من أول التاريخ هي بلاد الأولياء وهو بلاد نور الله. والدليل على هذا يعني المغرب الشريف يعتوله مغرب النور أصلا حتى في الكتب الصوفية، ومنذ قديم يعني حتى من اللي جاء الإسلام إلى بلاد المغرب العربي كان التونسيون يذهبون إلى المغرب الشريف حتى يلتقوا بهذا الشيخ المربي الذي يوصلك إلى مقام الإحسان، والذي يعرفك على الله حق المعرفة. فهذا هو يعني الهدف متاع الطريقة الكركرية بصفة عامة، وبصفة خاصة هو الهدف أن تكون إنسان صالح وإنسان يكون في المجتمع متاعه يعني راقي ويدل على الله بالأفعال متاعه والحال متاعه، ويكون نور يعني يسري بين الناس. والحمد لله رب العالمين هذا اللي كرست عليه سيدي الشيخ، ويعلمك هذا الطريق، يعلمك حب الأوطان، حب ولي العهد، حب الناس، أن تحتقر نفسك وتعظم غيرك. والطريقة الكركرية في تونس عندنا الكثير من المجامع، ولكن عندنا زاوية في تونس العاصمة، الزاوية هذه يعني كركرية تحت إشراف السلطات التونسية على رأسهم رئيس الجمهورية سيدي قيس سعيد. والحمد لله هذه الطريقة فهمتني ولا في تونس منتشرة وفيها نور الله وتحث على الحب والسلام والأمن. والفقراء طريق الكركرية بتونس تحت توصية شيخ متاحهم نقوموا بالكثير من الأعمال الخيرية، في مثلا في دخول التلاميذ إلى المدرسة نقوم بأعمال خيرية، نشتري العوائل المعوزة يعني كل الحوائج والضرورات اللي يتكفلوا بها في الأعياد، نقوموا كيف بأعمال خيرية، نشتري اللحوم ونفرقها، وهذا كل تعلمناه من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.